يقول: ما حكم مس القرآن في غير وضوء على القول الراجح مع الدليل؟ لا يجوز مس القرآن مباشرة من غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذا، أنه يحرم أنه يمس القرآن مباشرة على غير طهارة، وهذا دليلهم. حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا مسه من وراء حائل أو بواسطة شيء يمسكه ويمس به المصحف أو الآية كالمسطرة والقلم ونحو، فلا بأس بذلك. أو أنه لبس على كفيه شيئا ومس المصحف وقد غطى كفيه بشيء، فلا مانع، لأن هذا غير مباشرة. نعم.